المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. واليوم اخترنا لكم رائد اعمال ورجل اعمال من جمهوريه سوريا العربيه الحبيبه. اخترنا لكم السيد علاء ابو سعد، مؤسس وصاحب شركه بزلت لخدمات المسح العقاري. بدايه اسعد الله اوقاتك سيد علاء. الله يسعد اوقاتك. سيد علاء، في بدايه برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف الساده المشاهدين عليك أكثر. الله يخليك، لنا الشرف والله باستضافتكم معنا هون، ونحن نتشرف كمان بانه طلعنا ببرنامجكم، بيشرفنا هذا الموضوع كثير. بدايه انا علاء مسعد، مهندس مدني، معي اختصاص بالمساحه والطبوغرافيا بشكل عام، من جامعه تشرين باللاذقيه بسوريا. بنحضر من محافظه السويداء ومن قريه عرا اسمها الضيعه تبعتنا. قدمت لهون على الامارات ب 2017 واشتغلت بمجال المسح العقاري وبالمساحه بشكل عام، الى جانب اشتغال يعني عملي بالمقاولات وبشتى المجالات، ان كانت بالطرق ولا بالابنيه يعني. هذا العمل كان الى جانب خبرتي واعمالي المسحيه، كان داعم كبير بحيث اني نمي خبرتي هون بالبلد، كون ملم بعدة مجالات مع بعض، وهذا الشيء كثير ساعدني بحيث اني ابني خبرتي العملية فينا نقول بالبلد هون. اكيد نحن بنوجه تحية كبيرة كمان بالنسبة لبلدنا هون، بلدنا الثاني الامارات يعني، وبنشكرهم على دعم هذا الموضوع بحيث نحن نقدر انه نحقق طموحنا واملنا، بس يكون موجود الإرادي والتصميم، وهن أكيد بيساعدوا كثير على هذا الموضوع بحيث أنه نحن نقدر نحقق هذا الهدف. أكيد أكيد طبعاً سيد علاء، يعني بدك تقول دولة الإمارات بتهيئ جميع السبل جميع الظروف للشباب الطامح اللي بده يحقق حلمه. اليوم بيجي على دولة الإمارات بس بيبدأ بالفكرة وبيلاقي كل شيء، بيلاقي التسهيلات، بيلاقي التسهيلات، بيلاقي الدعم، بيلاقي يعني. أنا لمست هذا الموضوع من أول ما خطرت لي الفكرة، وهي مثل ما بتعرف أنت يعني، هي تعتبر للأشخاص يعني الشغالين، هي عبارة عن مثل مغامرة راح تكون صحيح. فهو بنفسه بيكون عنده تردد لهذا الموضوع، بس لما يشوف الدعم ولما يشوف التسهيلات اللي بتتقدم له والإجراءات وهيك، بيلاقي أنه الطريق مفتوح قدامه، بس عليه يشتغل، بس عليه انه يصمم ويحقق طموحه يعني. ان شاء الله يعني جاءت فكره التاسيس خلينا نقول من وراء خبره متراكمه في مجال المسح المساحه بشكل عام. هلا المسح العقاري هو عباره عن جزء من يعني قسم من اقسام المساحه، في المساحه التصويريه، المساحه الجويه، وفي المساحه البحريه، وفي المساحه الارضيه. فالمسح العقاري هو عبارة عن قسم من أقسام المساحة. وأنتوا تخصصكم بالمسح العقاري؟ نحن تخصصنا بالمسح العقاري، بيكون نحن بالنسبة لخدماتنا، نحن بنقدم خدمات للمقاولين وللمطورين وللاستشاريين بنفس الوقت. فبالنسبة لتركيزنا على كمان بالنسبة للمطورين والملاك، بحيث أنه نسجل الممتلكات تبعهم، الوحدات العقاريه، احنا كمصطلحات هندسيه بنقولها البروبرتيز، بنسجلها بدائره الاراضي والاملاك. هذا الموضوع بيختلف على حسب مرحله المشروع. اذا كان بالبدايات ممكن يكون بس عباره عن مخطط تصميمي ابروف، بالتالي نحن بنسجل له اياها بدائره الاراضي والاملاك بتسجيل اسمه عقود. هذا العقود بيمكن هذا المطور او المالك بحيث انه يبيع الممتلكات تبعه هن على المخطط بدون ما يكون في منفذ على الواقع والمنجز. وبالنسبه لبعد مرحله الانجاز ويخلص المشروع، بيتم تسجيل هذا البناء بدائره الاراضي والاملاك كتسجيل نهائي تايتل ديد، بحيث يحصل على سند الملكيه مع التفاصيل الكامله لهذا المشروع بمساحاته بتفاصيله الكامله، بالإضافة إلى تسجيل إيجاري أكيد، بحيث أنه يقدر يأجر البروبرتيز تبعه للمستأجرين ويحصلوا على العقد الإيجاري اللي بيوضح كل تفاصيل الشقة أو المحل أو أي كانت الوحدة العقارية، مواصفاتها وخصائصها وكل الأمور. يعني كل شيء بتعلق فيها بيكون واضح عن طريقكم من خلال عملية المسح العقاري،
خلينا نقول للمالك. للمالك بالضبط. بالنسبة للاستشاريين، نحن عملنا مع الاستشاريين بيتركز على عمل توبوغرافيك، وصف كامل لقطعة الأرض حتى يبلش هو يقدر يصمم، يعرف يعني المعوقات اللي ممكن تتواجد بهذه الأرض. أهم شيء كمان المنسوب التصميمي اللي هو راح يبدأ منه التصميم، وهذه الأمور بتساعده على التصميم بشكل ملامس للواقع. إضافة لعمل أحياناً بيكون في معوقات أبني أو شيء أبني قديمي، نحن بنعمل له أزبلت ونعطيهم مخططات توضيحية تفصيلية للمعوقات الموجودة كبناء أو شيء للمخطط أنه يتم إزالته يعني. بالنسبة للمقاولين، نحن المقاولين بنقدم لهم كل الخدمات المتعلقة بالمساحة. وأهم شيء عندنا كوننا معتمدين من سلطة دبي للتطوير ومن سلطة التراخيص كمان والسلطات الأخرى بدبي مثل واحد دبي السيليكون، بس لما يخلص مشروعه لازم يعمل له معاملة فاينل ديماركيشن قبل مرحلة قبل شهادة الإنجاز بتجي، بحيث أنه يسجل هذا البناء بهاي السلطة، يسجل البيانات ويسجل حدود البيلدينج، النسبة المبنية يعني فينا نقول المساحة المبنية ضمن هذه الأرض، وعدم التجاوز كمان بالنسبة للبلوت ليمت. يعني إذا كان في يعني هو هاي مثل وثيقة معتمدة بحيث أنه تم البناء بالشكل الصحيح يعني. صحيح. انتوا شغلكم بس داخل نطاق إمارة دبي حاليا؟ ايه اكيد، نحن عندنا خطط مستقبليه للتوسع ان شاء الله. اكيد حابين نسالكم برضه كمان انه شو خططكم المستقبليه، رؤيتكم المستقبليه لتطوير بزت لخدمات المسح العقاري؟ والله ان شاء الله باذن الله بتوفيق من رب العالمين، يعني نحن خطتنا للمستقبل بانه نوسع اكيد هذا المجال مثل ما حكيت من شوي بالنسبه للاقسام، فنحن ممكن نحن نضيف أقسام. نحن جهزنا الرخص والشهادات المتعلقة بهذا الموضوع من بلدية دبي بخصوص التصوير الجوي مثلا، بحيث ندخل بالتصوير الجوي وتخطيط المدن. بالنسبة للمساحة البحرية لازم كمان نوسع هذا المجال بحيث أنه نحن نصير نقدر نشتغل بالمساحة البحرية. وبالنسبة للمساحة الهندسية بشكل عام كبايبلاينز وطرق وكل الخدمات المساحية المتعلقة بهذه الأمور. ما شاء الله، إن شاء الله يا رب نتمنى لكم طبعا دوام التقدم والتميز والنجاح. الله وإن شاء الله يا رب بنشوفكم يعني على مستوى دولة الإمارات وعلى مستوى الخليج والوطن العربي بإذن الله تعالى. سيد علاء، طبعا دائما يعني في مسيرة أي شخص بيكون هناك خلينا نقول جندي مجهول أو مثلا ناس داعمين وراء الكواليس. خلينا نحكي اليوم لمين تحب توجه رسالة شكر لشخص دعمك بمسيرة حياتك؟ يا سيدي سؤال كثير بمحله يعني، ومثل ما تفضلت يعني على طول هيك بيكون في مثل جندي مجهول. مثل ما تفضلت اكيد انا بتوجه برساله شكر للوالد. الوالد هو صاحب الخبره الطويله بهذا المجال، اكتسبت منه كل الخبره العلميه والفكريه والهندسيه بشكل خاص. اكيد انا كمان تلقيت منه الدعم المعنوي الكامل يعني، بحيث اني بلش هذا البزنس على زغر مثل ما هو بيقول لي. وان شاء الله هيك عطول يكون يعني مصدر الهام لنا بافكاره وبخبرته الهندسيه، وان شاء الله نمشي هيك على الطريق اللي هو مشي فيه بنجاحه اللي كونه بسوريا وبدوله الامارات. هو اشتغل هون كمان بدوله الامارات بهذا المجال. سيد علاء، اليوم ايضا احنا متواجدين بدوله الامارات العربيه المتحده. ما شاء الله دوله الامارات العربيه المتحده الامن والامان متواجد ومتوفر. طبعا نشكر رب العالمين، وايضا هذا الامن والامان والارض الخصبه للاستثمار يعني جاءت ايضا عن طريق رؤيه حكيمه ورؤيه حكام عندهم يعني ما شاء الله الحكمه والرشد. اليوم شو بيعني لكم الأمن والأمان كمستثمرين بدولة الإمارات؟ وأيضا نوجه رسالة شكر لحكام وشيوخ دولة الإمارات على
الجهود المبذولة. والله بالدرجة الأولى أنا بوجه رسالة شكر كثير كبير إلى حكام الإمارات أجمعين كلاتهم، وأكيد كمان بخص بالشكر كمان الشيخ محمد بن زايد، يعني الله يطول بعمره وإن شاء الله هيك دوام التقدم يا رب لهالبلد، والله يديم الأمن والأمان وهالرؤية الحكيمة مثل ما تفضلت، لأنه يعني للصراحة هذا الموضوع مثل ما حكيته قبل هو اللي بيشجع يعمل هذه البيئة الخصبة لحتى للاستثمار ولا الواحد انه يقدر يأسس اعماله وينجح فيها، اهم شيء انه ينجح فيها كمان. وبالنسبة للامن والامان كمان انا بدي ركز على موضوع حابب هيك عبر منصتكم كريمة، انه الامن والامان كمان بالنسبة للشركات، يعني ضمان الحقوق هون كثير مهم، فهذا نحن كثير متشكر على هاي الخدمات اللي بيقدروا انه اللي بيوفروها بحيث انه نحن نضمن حقنا وكل بالنسبه يعني الامان بالنسبه للمطورين، بالنسبه للاستشاريين، بالنسبه للمقاولين، يعني هن شاملين كل الحالات بحيث انه كل شخص او كل شركه تضمن حقها. فهذا كمان هذا الى جانب شكرنا لهم بالامن والامان المدني كحياه يعني مدنيه، امن وامان اجتماعي، امن وامان مالي. امن وامان خلينا نقول لاصحاب الاستثمارات، يعني اليوم بالقوانين الواضحه، بالحقوق الواضحه، الكل سواسيه بالضبط. يعني انا هذا ما في تفرقه يعني بين مثلا شخصيه معينه وشخصيه ثانيه، الكل سواسيه، الكل سواسيه، سواء شركه صغيره او كبيره اكيد والكل بيضمن حقه، فهذه طبعا نعمه من الله عز وجل. وايضا يعني نتشكر حكومه وحكام دوله الامارات العربيه المتحده على توفير هذه الخصائص اليوم بدوله الامارات العربيه المتحده للتشجيع وتنميه الاستثمار. قبل نهايه برنامجنا سيد علاء، حابين بس نتعرف على موقعكم اليوم وكيفيه التواصل معكم. موقعنا هلق نحن كشركه معتمده من دبي، اكيد نحن مركز الشركه بدبي بمنطقه راس الخور الصناعيه الثالثه ببناية المهيري بيلدينج بالطابق الأول فيرست فلور، الأوفيس نمبر 101. تواصل نحن التواصل بيكون عن طريق في عندنا صفحة على اللينكدين باسم بازلت ريال ستيت سيرفيينج سيرفيسز، والتواصل عن طريق كمان رقم الموبايل ورقم الأرضي المذكور بالمواقع الإلكترونية. في عندنا موقع إلكتروني على الإنترنت www.basaltsurvey.com، والايميل اكيد الايميل الشركي info@basaltsurvey.com. اكيد. اذا اعزائي المشاهدين، سهوله في الوصول لبازلت لخدمات المسح العقاري عبر الموقع الجغرافي، وايضا سوف تظهر جميع وسائل وارقام الهواتف الخاصه بالشركه اسفل الشاشه. في نهاية برنامجنا سيد علاء، حابين نتشكرك جزيل الشكر يعني على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. شكرا جزيلا، وان شاء الله كل الشكر، واهلا وسهلا.